اهلا بحضراتكم، وما فيش وقت خالص، فان شاء الله نجيب بس على ام مروان واللي بتسال عن ترتيب قراءه الصور بخلاف الترتيب. الترتيب اثناء القراءه على حسب ترتيب المصحف في الصلاه امر مستحب. طيب مخالفه الترتيب ده مكروه عند الجمهور، ومخالفه الاولى عند الساده الشافعيه. طب الصلاه بتاعتي الصلاه صحيحه على جميع الاحوال، رتبت او ما رتبتش، لكن خالفت الاولى او فاتني الاستحباب في هذا الامر. الزكاة بتجوز بين الإخوة، فهي من باب الصلة والبر، إن كانوا من أهل، بشرط أن يكون اللي أنا بديله ده مستحقا للزكاة. الزكاة بتاعتي اللي أنا هطلعها. بر الوالدين واجب على جميع الأحوال، وخاصة إذا كان في حالة الضعف، أساءوا إلينا، أحسنوا إلينا، برونا، أو وقعوا في عقوقنا كأبناء، لابد لهم من البر، لا يجوز الدعاء عليهم حتى وإن كانوا لنا ظالمين. النقطة دي مهمة جدا، لابد أن احنا ننتبه إليها. والدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ده جاي على أنه ده الأصل ودي القاعدة العامة. فإذا خرج من القاعدة العامة دي أن في أباء وأمهات لم يقوموا بهذا الحق، لا يعني أبدا أن أنا أقع في عقوقهم ولو بالدعاء عليهم، هذا مما لا يجوز. والآية الثانية اللي حضرتك ذكرتيها جاي حتى في بر الوالدين إن كانوا على غير دين الله، إن كانوا على غير دين الإسلام.